تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة مستمعين الأعزاء تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. نرحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ودائما مخرجنا المتألق الأستاذ ناصر السليم، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا أرحب بتواصلكم مستمعين الأعزاء ومشاركاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم أول فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم فقرة السوشيال ميديا، وبتكون معانا الزميلة أسماء الجناحي للتعرف إلى اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأغلب ما يدور فيها. أستاذة أسماء صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا صباح الخير وصباح السعادة والإيجابية، وكل عام وأنت بخير أستاذة أسماء. وأنتم بخير. مثل ما نعرف إنه يعني صار يعني تخفيف لقيود الحركة بشكل أكبر ابتداء من اليوم، لكن نحن ننصح الجميع بالالتزام بالتدابير الوقائية، وأيضا يعني تغيير أو الحد من قيود الحركة لا يعني الاستخفاف بالقوانين والاستخفاف بالإجراءات الوقائية. غسل يدين جدا مهم، الخروج مع الكمامات والقفازات مهم، أيضا لما نرجع البيت لازم يعني نهتم في كيفية يعني مثلا خلع الملابس، غسل الملابس، هالأمور كلها، خصوصا إذا نحن كان عندنا أشخاص من مثلا أصحاب الهمم، كبار المواطنين في البيت، عندنا يعني أطفال، يعني أشخاص عرضة لمضاعفات الفيروس. نتمنى أن من الجميع أخذ جميع التدابير الوقائية عشان يعني إذا واحد مو خايف على نفسه يخاف على حوله، فممكن واحد يظهر وممكن واحد يصير يمارس حياته اليومية، لكن بالقوانين الجديدة يعني إن الواحد يعني يأخذ احتياطاته بالشكل الكامل. ولما يجي البيت مو على طول، يعني في الحين بعض الأشخاص متعودين من يوم من برا يجلسون في الصالة ويجلسون في الغرفة، لا تروح على طول تبدل تخلص هذا بعدين، وتغسل إيدك وتغسل وجهك بعدين تصير تجاب الهلك. هاي من النصائح الجدا مهمة. أيضا نحن في قناة التواصل الاجتماعي حتى خلال أيام العيد وأيام العطلة كان لدينا نصائح يوميا عن كيف الواحد يعني ممكن يكمل العيد بطريقة صحية، خصوصا الأغلب قاعد في البيت. أيضا نحن ننصح الأشخاص يعني مثلا وايد وصلتنا رسائل كيف نحن ممكن نستفيد من يعني نسوي الأدوات التنظيف اللي عندنا في البيت. نحن حاطين نشرة خاصة عن شو هو المبيض وكيف يتم استخدامه وكيف ممكن نحن نعقم البيت باستخدام المبيض المخفف، هاي أيضا موجودة عندنا في الحساب. نحن أيضا الأشخاص اللي مثلا يعانون من أي مشاكل صحية ممكن يتواصلون مع طبيب لكل مواطن، هذه الخدمة موجودة على مدار ساعة وطول أيام الأسبوع، وما يحتاجون أنهم يتصلوا على الكول سنتر، لا اللي يحتاجون يسوون أنهم بس يكون عندهم التطبيق وأيضا يقدرون يحصلون الموعد من خلاله. أيضا ندعو الجميع بتحميل تطبيق الحصن موجود في الأب ستور عشان يعرفون مثلا فحوصاتهم، أو أيضا هاي طريقة لتقصي وتتبع المخالطين. يعني كل شخص في المجتمع لازم يكون محمل هذا التطبيق في هاتفه الذكي. تقريبا هاي من الأشياء اللي كانت يعني
أبرز الأشياء اللي تم نشرها خلال قنوات التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة، ونتمنى للجميع الصحة والسعادة. أستاذ أسماء الجناحي، شكرا لك، ونتمنى لك أيضا الصحة والسعادة. مستمعين الأعزاء، نذكركم بالاستفادة من الخدمات الذكية والمميزة من هيئة الصحة بدبي، خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا خدمة مبادرة دوائي، وخدمة الواتساب، وأيضا برنامج قطرة دمي تنقذ حياة إنسان التبرع بالدم. جميع الخدمات هاي مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستفادة منها والتواصل على الرقم الموحد المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342. وأيضا مثل ما ذكرت الأستاذ أسماء الجناحي بأن تخفيف الإجراءات لا يعني عدم التقيد بالإجراءات والإجراءات الاحترازية والوقائية. نحن جميعا مستمعين الأعزاء مسؤولين عن الجميع. فقرتنا الثانية بتكون عن التغذية، وعنوان اتباع نظام غذائي صحي ما بعد العيد، ولكن مستمعين الأعزاء بنعرف أكثر عن هذا الموضوع مع أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي الأستاذة نجلة درويش، ولكن بعد الفاصل. خلكم ويانا فاصل وراجع. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية لبرنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، نذكركم بأرقام التواصل معنا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وقبل أن نأخذ مستمعين الأعزاء زميلتنا الأخت بخصوص موضوع التغذية الأخت نجلاء الدرويش، بناخذ الخبر هذا على السريع عن 6 خطوات سهلة لتحسين صحة الأمعاء. في السنوات الأخيرة أصبح العالم الطبي أكثر وعياً بتأثير الجهاز الهضمي على الصحة العامة، ما يستدعي الاهتمام المتزايد بصحة الأمعاء. وتشير صحة الأمعاء إلى توازن الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي، وبالتالي فإن رعاية صحة القناة الهضمية والحفاظ على التوازن الصحيح لهذه الكائنات الحية الدقيقة أمر حيوي للصحة البدنية والعقلية والمناعة وأكثر من ذلك. ومن خلال إجراء تغييرات بسيطة في العادات الغذائية يمكننا مستمعينا الأعزاء المساعدة في خلق أمعاء أكثر صحة وسعادة. ومن ضمن الأشياء، لا تأكل بعد الساعة 6 مساء، أمضغ الطعام بشكل جيد، لا طعام نيئا بعد الساعة 4 مساء، لا وجبات خفيفة، وعدم إكثار من المشروبات الغازية والملونة، وأخيرا توازن بين الأطعمة الحمضية والقلوية. نأخذ مستمعين الأعزاء أختنا الزميلة نجلة درويش أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي تحت عنوان اتباع نظام غذائي صحي بعد العيد. صباح الخير أستاذة نجلة. صباحكم نور وسرور أستاذ جمعة، وحبيت أصبح على المستمعين الكرام ونقولهم إن شاء الله بداية يوم مليئة بالنشاط واتصال والسعادة خاصة بعد العيد. نعم، كل عام وانتم بخير بعد، وانتم بخير إن شاء الله، الصحة والسلامة يا رب. طبعا موضوعنا اليوم وايد مهم عن اتباع نظام الصحي بعد العيد. مثل ما نعرف أن الناس كانوا يعني متعودين على عادات معينة، وفي أطعمة كانت منسية، في بعض الناس ممكن كانوا يعانون من جفاف لأن قلة شرب الماء. فحبينا شوي نوجه بعض النصائح اللي نحن حابين نتبعها ونحافظ على النظام الصحي، لأن حين حتى في هذه الأيام وبعد العيد، بحيث أن نحن بالتدريج نعود إلى نظام صحي يتم معانا مدى على طول مدى الحياة، يعني متبعين نظام صحي ونحافظ بطريقة جيدة ونضمن فيها أن نحن نحصل على كافة العناصر الغذائية الهامة، الفيتامينات والمعادن، وأن الشخص يوصل لوزنه الطبيعي، بحيث أنه يتجنب السمنة، زيادة الوزن، المشاكل اللي قد تحصل يعني اللي في الأمعاء، مشاكل الهضم، هاي كلها ممكن تحصل اللي هو بعد اللي هو التغيير المفاجئ بعد رمضان. فبالبداية حبيت أنوه نحن لازم نتناول كفايتنا من الماء. يعني كثير من الناس يمكن كانوا يعني قدر الإمكان وإنهم يحاولون يأخذون الماء بكميات كافية خلال رمضان، ولقلة الوقت يعني مثلا من الفطور لين وجبة السحور،
فالحين القدم عندكم متسع من الوقت، يعني ممكن تشربون الماء بكميات كافية عشان نتجنب الجفاف، نتجنب بعض الأعراض اللي قد تحصل، إنها مثلاً لأن الجفاف دائماً يكون يجهد الجسم يأثر على أدائه. فالماي على الأقل يعني نقول متناولونه من 8 يعني من 8 ل 10 كواب بشكل يومي، خاصة مع دخول فترة الصيف، فنحاول نحن نركز على موضوع الماي. في بعد هون جمعة اللي هم الناس الحين طبعاً النوم عندهم مشكلة صايرة، يعني بعد رمضان عدم انتظامهم بالنوم يعني بساعات كافية، خاصة إن كثير من الدراسات الأخيرة يعني أشارت إن النوم كذلك يؤثر في موضوع الأيض وزيادة الوزن لدى بعض الناس. فنحن نقول نظموا نومكم بطريقة تدريجية بحيث إن نحن نحاول نقدم وقت النوم على الأقل ساعة لين ما نصل إلى الهدف خلال أسبوع تقريبا. نعم، نحن طبعا أجل أيضا تكلمنا في موضوع يعني حلقة شبه يعني نص حلقة كاملة تكلمنا عن النوم وتكلمنا عن فوائد النوم وتكلمنا عن الساعات جودة ساعات النوم، ومثل ما تعرفين أستاذ نجلة درويش بأن نحن اليوم محتاجين بأن الجسم يكون بصحة كاملة والجهاز المناعي يكون قوي ومناعتنا تكون قوية أيضا لتصدي أي فيروس ولا أي عدوى. فأنا يعني أيضا أضم صوتي بصوتك بأن موضوع النوم لابد أن الواحد يحافظ عليه في ساعاته اللي مفروض أنه ينامها بشكل يعني مستمر بشكل يومي، ولأن كذلك دعم للمناعة. عندنا الوجبات بحيث أن الشخص خلاص ما يكون يعني خلاص فتح بعد رمضان وبعد العيد، أنه مثلا ما يكون عنده نظام أو انتظام بساعات الوجبات أو أوقات الوجبات اللي يتطرق لها، لأن في بعض الأشخاص ممكن طول اليوم يكونون يأكلون وجبات خفيفة. صحيح. بالتالي هم يقولون أن نحن يعني ما نأكل وايد، نأكل وجبات خفيفة خلال اليوم، هاي ممكن تكون تأثر سلبا عليهم، لأنه ممكن ما يأكلون وجباتهم الرئيسية بحيث أنها تحتوي على مجموعة بروتينات، نشويات، خضروات، فاكهة، بس يركزون على الوجبات الخفيفة أو حتى يكثرون الحلويات، فبالتالي بيأثر بشكل سلبي على صحتهم بشكل عام. فالمهم جدا يعني نضمون الأوقات بحيث أن يتناولون ريوقهم وغداهم وعشاهم، ويتأكدون أنهم يعني في طبقهم هذا الصحي احتوى على هذه المجموعات الغذائية، خاصة إن كان عندنا مجموعة منسية، يعني مثلا الخضروات الناس ما تركز عليها برمضان وايد، لأن دائما يركزون على الأطباق الرئيسية وبعض الأصناف اللي هي تنحط يعني مقبلات، كذلك بعض الأصناف الحلويات، والخضروات يعني من الأطباق اللي ممكن قد تكون منسية وفي البعض يركز عليها. فنحن نقول لهم الحين ركزوا على الخضروات قدر الإمكان، الألياف، لأنها تدعم مناعتكم وتقوي المناعة وفيها مضادات أكسدة كذلك مهمة جدا للجهاز المناعي، وكذلك أنهم يركزون على أنهم نوعية الأكل بحيث أنه ما يعني ما يكثرون الزيوت والدهون في الأكل وتكون الأكلات دسمة. فنحاول أن نحن مثلا نحتوي الطبق الغذائي الصحي بحيث أنه يكون متنوع في المجموعات الغذائية المعروفة الخمس، البروتينات، الكربوهيدرات، الخضروات، الفواكه كذلك، ونختار الدهون الصحية بحيث أنها يعني ما تأثر على صحتنا بشكل عام. طبعا الدهون الصحية موجودة في الأسماك، عندنا المكسرات، نحاول نتخير بعض الزيوت اللي تكون نباتية بعيدة عن اللي هي الزيوت اللي ممكن تأثر على الكوليسترول ودهون الجسم. هاي الأطعمة المنسية، الخضروات، هاي يجب نركز عليها كذلك، ونحاول أن نحن نمارس الرياضة بشكل يومي، لأن في ناس ما شاء الله صارت عندها عادات حلوة في رمضان، مارست الرياضة وكل شيء، وممكن أنهم يتكاسلون بعد رمضان بحيث أن الأوقات تغيرت عندهم، لأن في البعض منهم كان قبل الفطور، في البعض منهم بعد الفطور بساعتين. صحيح. الحين نحن بعد نقولهم لا، استمروا في ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي بحيث أن الواحد يتأكد على الأقل أنه يعني خطى مثلا 8000 خطوة في اليوم، بمعدل نص ساعة على الأقل في اليوم أنه يمارس فيها التمارين والأنشطة الرياضية. وكذلك الأنشطة الرياضية هي اللي تدعم المناعة وتقوي المناعة، وكون أنهم يتعرضون حتى لأشعة الشمس أنهم يكسبون فيتامين دال، لأن جدا فيتامين دال يعني نأخذها من المصدر الرئيسي من أشعة الشمس، كذلك بالإضافة إلى الأطعمة الغنية أو المدعمة فيتامين دال كذلك جدا مهم أن الواحد يركز عليها. طبعا ما ننسى البكتيريا النافع البروبيوتيك الموجوده كذلك بالزبادي والالبان بحيث انها يعني تكون مفيده للمعده، تجنبنا كذلك مشكلات المعده، مشكلات الهضم. بهالطريقه نحن نحاول نحافظ على نظام
صحي نحاول نستمر في مدى الحياة، لأن أي نظام ممكن الإنسان يعني يتعود عليه فترة وعقب يقطع ويرد مرة ثانية، فهالشيء يأثر عليه. فالنظام نحن نبغاه بشكل يستطيع الإنسان أنه يتبعه ويكون نمط حياة صحي مدى الحياة، يعني يحاول أنه يستمر فيه. في أنظمة معينة ممكن واحد يتبعها، تخفيف أو مثلا تنزال وزن، رجيم أو شيء، بعدين خلاص بعد فترة يتعب، صار الجسم تعب، يعني خلاص تعرض لجفاف، تعرض لنقص فيتامينات، معادن، ركز على أشياء معينة، نسى أشياء ثانية. فالأشياء هاي لازم يركز عليها بشكل كامل، النوم بكميات يعني بساعات كافية، كذلك ممارسة الرياضة، شرب الماء بكميات كافية، وأنه يتطرق للأنظمة اللي هو النظام الغذائي الصحي المتوازن، البعيد عن أنه يكون يعني أطعمة دسمة، أو حتى أنه مثلا ناخذها يعني بكميات كبيرة، يعني قد تكون حتى أطعمة يعني مثلا مطبوخة بطريقة جيدة وكل شيء، بس الشخص يعني يتناولها بكميات كبيرة، كذلك الفايض عن حاجة الشخص من السعرات الحرارية كذلك بتأثر على صحته بشكل عام وبتزيد وزنه. صح صحيح. طبعا دائما يعني دائما استاذ نجلة انتم تنصحون يعني كاخصائيات تغذيه بالتوازن في الاطعمه، ولابد ان تكون هناك ايضا ثقافه لدى الناس بان لابد انه يعرف الوجبه اللي ياخذها، سواء وجبه الافطار او الغداء او العشاء، تكون متكامله ومتجانسه بحيث انه يستفيد منها الجسم. لان فعلا صحيح انت ذكرتي استاذه نجلة بان في بعض الاشياء ننساها نحن في الوجبات، يعني وجبة الفطور ننسى بعض الخضروات مرات في بعض الأوقات، وننسى بعض الأشياء المهمة في فترة الغداء، يمكن بعض الأصناف مثل الخضروات اللي نحن نحتاجها أن تقوي الجسم وتعطي صحة عامة للجسم وتقوي جهاز المناعة ننساها. يعني صحيح اللي قلتيه بأن لابد أن يكون هناك في ثقافة عند الشخص بأن لابد أن يعرف كيف يعني الوجبة اليومية تكون متوازنة من جميع المصادر الغذائية اللي يحتاجها الجسم، بحيث أنك تغطي احتياجاتها كافة وما ينقص عليه أي شيء، وما تأثر عليه سلبا يعني على الجسم، لأن عادة الأشياء يعني زايدة أو مثلا يكون فيها نسبة دهون ممكن تأثر على صحة القلب، تأثر على جسمه، ويحاول أنه يستفيد من المعادن والعناصر الغذائية الهامة، يعني يركز حتى على مضادات الأكسدة مثل ما قلت أخونا جمعة. في هذه الأوضاع محتاجين احنا نقوي المناعة، محتاجين ان احنا نحافظ على الصحة بشكل عام عشان نتجنب الأمراض بشكل عام، مو بس اللي هو الوباء او الجائحة اللي منتشرة حاليا، يعني نحافظ على صحة نعم الجسم قدر الإمكان. صحيح. وايضا طبعا استاذ يعني نجلة تكلمنا نحن في بداية حديثنا عن او الدراسة اللي قريناها لست خطوات سهلة لتحسين صحة الأمعاء، يعني كلامك هذا كله يثبت بأن الأكل المتوازن في الوقت الصحيح والنوم الصحيح وعدم التنوع وعدم الإكثار من الأكلات اللي فيها الدهون واللي فيها السكريات في أوقات متأخرة، هذا كله يخلق الكثير من المشاكل في الأمعاء. فنحن نحتاج على أساس أن يكون إنسان صحي وسعيد لابد أن أيضا تكون عندي يعني أمعاء صحية وسعيدة على أساس أن ما تخلق مشاكل حق الإنسان. بالفعل حبينا نوجه هذه النصايح للمستمعين الكرام إن شاء الله، ونقولهم دائما حافظوا على نمط حياة صحي يعني يستمر معاكم مدى الحياة، مو بأنظمة ممكن نتبعها في أوقات معينة الجسم يتعب منها وبعد فترة يعني نغير وممكن تأثر سلبا عليهم، خاصة التعود في شهر رمضان، يعني الفضيل كان ما شاء الله شهر يعني الناس تعودت فيه على بعض العادات، فحابين إحنا نستمر على هالعادات الجيدة مثل ممارسة الرياضة، لأن إحنا نحافظ على نظام غذائي صحي، ونركز على الأشياء اللي كنا ناسينها شوية بشهر رمضان، الخضروات، الفواكه، الأشياء محتاجينها حالياً في هالفترة، ونستمر على اتباعها بشكل عام. طبعاً الأشخاص اللي يتعرضون اللي عندهم بعض المشكلات الصحية مثل السكر أو الأمراض المزمنة، سكر، الضغط، يفضل دائماً يستشيرون اختصاصي التغذية، كذلك الأطباء المعالجين، بحيث أنهم يعرفون يعني الاتباع يعني يعرفون الغذاء الصحي لهم المناسب لحالتهم الصحية لوضعهم الصحي، وكذلك باستشارة الطبيب المعالج أنهم يعرفون شو الأدوية اللي يأخذونها بالأوقات المناسبة، خاصة أن الأوقات تغيرت عليهم شهر رمضان، فمفروض أنهم يتبعون نظام صحي متكامل بالاستشارات هاي كلها، الطبيب المعالج اختصاصي التغذية، وكذلك ما ينسون ممارسة الرياضة. اللي ما يعانون من مشكلات صحية قلنا مارس الرياضة 30 دقيقة، واللي يعانون من بعض المشكلات الصحية ممكن يستشيرون حتى اللي هو الطبيب المعالج العلاج الطبيعي، بحيث انه يعرف شو انواع الرياضة اللي ممكن يمارسها وما تأثر على صحته.
نعم، وأيضا أستاذة نجلة درويش، طبعا هيئة الصحة بدبي توفر الكثير من الخدمات الخاصة بفئة المتابعين، يعني متابعين هيئة الصحة بدبي اللي عندهم الأمراض المزمنة سواء السكر أو القلب. هناك كثير من البرامج الذكية اللي يتم تطبيب ومعالجتهم عن بعد واتصال بشكل مباشر معهم، وأيضا هناك في خدمة متميزة موجودة في هيئة الصحة بدبي اللي تقدم الخدمة اليومية، ويكون طبيب يعني يتصل في هم كبار المواطنين والاستفسار عن صحتهم والتأكد عن صحتهم أن ما عندهم أي مشاكل صحية. فهذا طبعا جانب جيد وجانب مميز كخدمات تقدمها هيئة الصحة بدبي. الأستاذة نجلة درويش أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا، معلوماتك طيبة وما قصرتي. شكرا أستاذة نجلة. كل الشكر لكم وعلى الاستضافة الطيبة، ودائما نقول ننصح المشاهدين والمستمعين الكرام أنهم دائما يحافظون على صحتهم، ودائما نقول خلكم آمنين، وإن شاء الله يعني دائما نتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا أستاذة نجلة. شكرا مستمعينا الأعزاء، قبل لا نطلع الفاصل بتكون معنا اليوم الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وموضوعنا بيكون الحديث عن الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا، وبنتكلم معها عن كثير من الإجراءات والالتزامات في موضوع القوانين الحديثة أو الجديدة في التخفيف. ولكن مستمعين الأعزاء خلكم ويانا إن شاء الله بعد الفاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، ونرحب لكل من انضم إلينا. مستمعين الأعزاء، برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. نذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل معنا على 600-551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، بناخذ حديثنا اليوم عن الإجراءات الوقائية والاحترازية في الأماكن العامة للوقاية من فيروس كورونا مع الدكتور هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير أستاذ عبد الله وجميع المستمعين، وكل عام وأنت بخير. يا صباح النور دكتورة هند، وكل عام وأنت بخير. دكتورة، طبعا مثل ما تعرفين بأن يعني تخفيف الإجراءات لا يعني بأن عدم اتباع طبعا الإجراءات الاحترازية والوقائية. هل يعني دكتورة تخفيف قيود الحركة في بعض الأماكن العامة أننا يمكننا مثلا العودة إلى الحياة الطبيعية؟ تخفيف القيود لا يعني أن فيروس كورونا قد انتهى وأن قدرنا إحنا نقضي على هذا الفيروس. تخفيف القيود هي حين ببساطة أن صارت حين المسؤولية على جميع الأفراد، أن هم كل فرد مسؤول عن كيف يحمي نفسه ويحمي مجتمعه. الفترة الماضية كانت لزيادة وعي المجتمع ونحاول نسيطر على الفيروس بطرق القيود وغيرها، ولكن الحين احنا وصلنا لمرحلة جديدة من السيطرة على الفيروس، بنعتمد كثيرا على وعي المجتمع، وعي الفرد في كيفية حفاظه على نفسه وعلى مجتمعه. فإحنا لما القيود صارت مخففة هذا لا يعني أن الوضع رجع طبيعي، لا، هذا يعني أن الشخص الحين لازم يتعلم كيف يتعايش مع فيروس كورونا، لازم يعرف شو هي الإجراءات الوقائية، ولازم خلاص تصير هذه مثل شيء يومي دائم يسويه، دائما يذكر نفسه بالإجراءات اللي لازم يتبعها، دائما يذكر نفسه أن ما زال فيروس كورونا موجود، ولكن إحنا الحين لازم نتعلم كيف نقدر نمارس بعض نشاطاتنا في وجود هذا الفيروس. صحيح دكتورة، طبعا مثل ما ذكرتي بأن يعني لابد أن تكون يعني ثقافة أن نحن اليوم كيف نتعايش مع هذا الوباء، بأن لابد أن نكون على ثقافة وعلى دراية كاملة بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية. ونحن تكلمنا دكتورة معاج في حلقات كثيرة أن يعني الشخص قبل لا يطلع من بيته لابد أنه يعرف شو هي الإجراءات اللي مفروض أنه يسويها في البيت أثناء ركوبه في السيارة،
أثناء ذهابه للمكان اللي يحتاج إنه يسيره، سواء إلى المول أو إلى مركز التسوق أو إلى يعني شراء مشترك يعني استلزامات يعني غذائية. جميع هالأشياء اللي حتى يعني مثلا يصير الأماكن اللي يشتريها مفروض أنه يعرف كيف الإجراءات الوقائية والاحترازية. وأيضا يعني دكتور أنت تحدثتي كثير بعد ما يرجع يعني وجوده في البيت في الخطوات الوقائية اللي مفروض يلتزمها. فنحن اليوم أصبحنا دكتورة مثل ما ذكرت أنت في البداية أن الجميع مسؤول عن الجميع. اليوم أنا لا يعني لا يعني أني أنا مسؤول وأعرف الإجراءات الوقائية عن نفسي، لا، اليوم أنا مسؤول ومسؤول عن المجتمع. فلو نتكلم دكتورة عن العواقب في حالة عدم الالتزام مثلا بعض الناس بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وذكرنا نحن بأن نحن اليوم كلنا يعني مسؤولين عن الكل عن الجميع، فما هي العواقب في عدم الالتزام بالإجراءات هاي على المجتمع وعلى الدولة؟ طبعا الشخص إذا ما التزم بهاي الإجراءات هذا معناته أنه راح يعرض نفسه للإصابة بفيروس كورونا المستجد. ومش فقط نفسه، أنت لما تصاب بفيروس كورونا المستجد أنت راح ترجع للبيت اللي أنت ساكن فيه، وهذا يعني أنك أنت نقلت العدوى لجميع سكان المنزل اللي ساكنين معك، بما فيهم لربما أصحاب أمراض مزمنة، لربما عندك كبار في السن، أمك أو أبوك، فأنت بهذه الطريقة تعرضهم للإصابة بهذا الفيروس. وإحنا الحين صرنا نعرف أن هذا الفيروس عواقبه ومضاعفاته تكون أشد وطأة على هاي الفئتين. أنت لما تنقل لما ما تتبع إجراءاتك الاحترازية وتصاب بهذا الفيروس، لا ربما أيضا تنقل هذا الفيروس لزملائك في العمل أيضا، فأنت مو بس أصبت بهذا الفيروس، أنت كنت مسؤول عن إصابة عدد كبير من الأشخاص بهذا الفيروس. وبهذه الطريقة إحنا ما راح نقدر نسيطر على انتشار الفيروس، بهذه الطريقة راح تزيد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبهذه الطريقة راح تطول السلسلة وراح يطول فترة سيطرتنا على هذا الفيروس. فإحنا نقول أوكي الحياة القيود خففت وشوي شوي لازم نرجع لحياتنا الطبيعية، ولكن لا يعني أن هذا الفيروس غير موجود. إحنا لازم دائما نذكر نفسنا لازم نتبع هذه الإجراءات إلين ما نقدر نسيطر على هذا الفيروس وتصير عندنا عدد الحالات صفر بإذن الله. صحيح، وهذا طبعا دكتورة يحتاج يعني جهود الجميع، يعني يحتاج جهود أفراد، يحتاج جهود بالفعل، هذا يحتاج يعني تعاون الجميع. لأن فرد واحد لا يلتزم بهاي الإجراءات راح يكون سبب في نشر الفيروس لعدد كبير من الأشخاص. فهاي الثقافة لازم الكل يتبناها، والكل لازم يعتبر نفسه حاليا مسؤول. احنا كلنا مسؤولين عن السيطرة على هذا الفيروس، احنا المسؤولية الحين صارت على عاتقنا اكبر من ذي قبل. لازم احنا نفكر دائما لما احنا نخرج ونقضي مشاويرنا، هل هي ضرورة هل هي مش ضرورية؟ هل انا اتبعت اجراءاتي الاحترازية كلها؟ انا لما ارجع البيت هل انا اتبعت الاجراءات اللي لازم اسويها لما ادخل للمنزل؟ وهذه كلها يعني خلاص هي صارت مثل ثقافة والكل لازم يتبناها. ما يصير فرد واحد يكون مستهتر ولا يعبأ بالإجراءات والقيود هذه، وهذا الفرد راح يكون وشفنا كثير في الإحاطات الإعلامية أن شخص واحد كان سبب في نشر الفيروس هذه لعائلة كاملة لأفراد كثيرين. فالكل لازم الحين يكون مسؤول وملتزم في الحفاظ على صحته وصحة مجتمعه وأفراد عائلته. نعم، وأيضا دكتورة مثل ما ذكرتي بأن اليوم واجب علينا نحن بأن نكون ليس فقط مسؤولين عن أنفسنا، نحن اليوم مسؤولين عن الجميع. أنا مسؤول عن نفسي ومسؤول عن مجتمعي، مسؤول عن أفراد أسرتي، ومسؤول عن مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. فالتهاون يعني غير مقبول الحقيقة، لأن اليوم دكتورة نحن يعني نتعامل مع الموضوع هذا لابد أن يكون أنا عندي حس وطني،
لابد أن يكون حس عندي حس الإنسانية في هذا الجانب. فالاستهتار وعدم يعني أخذ بالإجراءات الوقائية معناته أن أنا يعني ما يالس آخر التعليمات وحتى الإجراءات اللي أتي، لأن اليوم نحن يعني كل اللي الإجراءات اللي نسويها هاي إجراءات مفروض نأخذها بعين الاعتبار. وكل هذه الإجراءات هي يعني درست بدقة، وكل الإجراءات بالرغم من يشوفونها هي جدا بسيطة ولكنها هي جدا فعالة، فلا يستهترون باتباعهم لهذه الإجراءات. صحيح دكتورة. أيضا يعني من خلال حديثنا معك ذكرتي بأن يعني تخفيف الإجراءات هذا لا يعني عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية. لو نتحدث دكتورة خلال المرحلة هاي بعد تخفيف بعض الإجراءات في إمارة دبي، نذكر مستمعينا الأعزاء عن الإجراءات الاحترازية والوقائية عند استخدام المواصلات العامة. طبعا ما زالت القيود موجودة أن الأشخاص الكبار في السن والأطفال لا يسمح لهم باستعمال هذه المرافق. وبعد أنا بعد أنوه وأزيد على هذا، أصحاب الأمراض المزمنة لازم يكونون جدا حريصين في استعمالهم لهذه وسائل النقل العام. طبعا أنت لما تخرج من المنزل لازم تكون لابس جميع الكمام والقفاز، ويكون معك معقم لليد أيضا لما أنت تخرج لما تروح لاستعمال هذه وسائل النقل العام. لازم تعرف أن الطريقة الصحيحة للبس الكمام. أنا دائما في كل مكالماتي معك أستاذ عبد الله أذكر الناس أن أنت لازم تعرفون الطريقة الصحيحة للبس الكمام. لازم تغطي الأنف والفم بطريقة صحيحة، ولازم بعد أيضا تعرفون الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا الكمام أيضا، ما يصير إحنا نرميه في أي مكان. لما إحنا نستعمل وسائل النقل العام لازم دائما نحافظ على تباعدنا الجسدي مسافة مترين على الأقل بيننا وبين أي شخص. ما نتهاون في هذه النقطة، هذه النقطة جدا مهمة، لازم نحافظ على تباعدنا الجسدي. وإذا الأشخاص شفناهم ما محافظين على تباعدهم الجسدي نكلم الشخص المسؤول ونذكرهم ونعيد ونذكرهم أن إحنا علينا أن نحافظ على هذا التباعد الجسدي. أثناء استعمالنا لوسائل النقل العام أيضا نحاول نذكر نفسنا أن نحاول ما نلمس الأسطح قدر الإمكان، وإذا اضطرينا ولمسنا بعض الأسطح نعقم يدينا باستمرار. طبعا دائما احنا نفضل بالماء والصابون، بس احنا في النقل العام ما راح يتوفر لنا هذا الشيء، فنستعمل معقم الأيدي، ولازم نستعملها لمدة زمنية ايضا كافية وبطريقة ايضا صحيحة. لما احنا ندفع لهذه الوسيله نحاول ان ندفع بالبطاقات البنكيه، نحاول نتجنب التعامل مع الاوراق النقديه قدر الامكان. إذا أنا حسيت أن صح أن مقدم الخدمة هذه عليه أعراض، فأنا لازم أبلغ المسؤولين أن هذا الشخص عليه أعراض، أو إذا كنت أنا بأركب سيارة الأجرة فأنا لازم أرفض دخولي لهذه سيارة الأجرة إذا أنا شكيت أن هذا الشخص عليه أعراض. وبعد في نفس الوقت أنا إذا علي أعراض أستاذ عبد الله، إذا حسيت نفسي عندي أعراض أو عندي حمى، أنا بعد أحاول أني ما أروح أستعمل هذه وسائل النقل العام. في نفس الوقت أنا بعد مسؤول أني أنا أحافظ على سلامة الناس الموجودين معي في هذا المكان، فأنا إذا حسيت نفسي علي أعراض فأنا أتجنب استخدام هذه الوسائل. وطبعا دائما أنت لازم تكون على دراية مستمرة بجميع التحديثات، القوانين والإجراءات تتغير بين فترة والثانية، فإحنا دائما نحاول أن إحنا نذكر نفسنا بجميع التحديثات، وطبعا ناخذ هذه المعلومات من مصادر موثوقة من الجهات المعتمدة. ما ناخذ معلوماتنا من أماكن إحنا مو متأكدين من صحة المعلومات اللي هم يتداولونها، إحنا دائما نعرف المنصات الرسمية لحصولنا على هذه التحديثات. هذا باختصار بعض النصائح لمستخدمي النقل العام. ممتاز دكتورة. طبعا يعني نحن تحدثنا أكثر من مرة، وأنت أيضا دكتورة يعني ذكرتي مستمعين الأعزاء وأفراد المجتمع في الثقافة في موضوع الإجراءات والشروط. يعني مثلا اليوم بعد تخفيف
القيود يعني هناك الناس تذهب إلى مثلا مراكز التسوق إلى المطاعم. فنحن تكلمنا دكتورة بأن لابد أن الإنسان يكون على دراية وعلى ثقافة كاملة بالشروط والقوانين الخاصة بالإجراءات الوقاية، الإجراءات الاحترازية، سواء داخل المركز التسوق أو حتى داخل المطعم، على أساس أني أنا كعميل لابد أعرف شو الشروط اللي مفروض يطبق يعني في المطعم، وأيضا بالنسبة لمقدم الخدمة لابد أنه أيضا يعني يكون على علم ويكون على دراية كاملة بأن كل الاشتراطات والالتزامات اللي تم يعني فرضها عليه من الجهات القانونية موجودة ومطبقة. لو تذكرينا دكتورة بس عن الإجراءات الاحترازية اللي يجب على الشخص معرفتها وأخذها بعين الاعتبار في وقت الذهاب إلى مراكز التسوق أو حتى الذهاب إلى المطاعم. طبعا مراكز التسوق، مقدمي الخدمة في مراكز التسوق لازم يعرفون القوانين الصادرة من الجهات المعنية ولازم يلتزمون فيها. ما بينها باختصار لازم يكون في مسح حراري لأي شخص يدخل هذا المكان، لازم يلتزمون بالعدد المسموح بدخول الأشخاص لهذا المكان. أيضا في فئات معينة ممنوع عليهم تدخل هذه، ما زال ممنوع عليهم كبار السن والأطفال الدخول لهذه المراكز التجارية. فمقدمي الخدمة لازم يكونون على علم بهذه القوانين ولازم يلتزمون أيضا بتنفيذها، لأن هذه القوانين وضعت من أجل سلامة المجتمع، ما وضعت جزافا أستاذ عبد الله. وطبعا المتسوق لازم دائما يذكر نفسه أن أنت لما تخرج إذا عندك أي أعراض إحنا نفضل أنك أنت ما تخرج وتذهب للمركز التجاري. لازم أنت تلتزم بارتدائك للكمام طوال الوقت، تحافظ على التباعد الجسدي بينك وبين جميع المتسوقين الموجودين في مراكز التجارية، وأيضا بينك وبين مقدم الخدمة في المحل. أيضا أنا أنصح بعد أن أنت تمتنع في هاي الفترة عن تجربة المنتجات، جرب الثياب والملابس والأحذية حتى المساحيق التجميلية أو العطور. أنا أنصحهم في هاي الفترة أن يحاولون أن يتجنبون القيام بهذا الشيء في الفترة الحالية. لازم هم يعرفون أن يعقمون يديهم باستمرار طوال فترة وجودهم في مركز التسوق، يستعملون طرق الدفع الآمنة أيضا في إذا اشتروا أغراض أو أشياء ثانية في المطعم. إحنا نعرف أنه جدا صعب أنك أنت ترتدي الكمام أثناء وجودك في المطاعم، فإحنا نحاول نعوض بحفاظنا على مسافة كافية فيما بيننا وبين الأشخاص الآخرين الموجودين معنا في الطاولة، المسافة الكافية نحاول قدر الإمكان أنها تكون على لا تقل عن مترين. طبعا نتجنب مشاركة الطعام مع الموجودين معنا في الطاولة، كل شخص يكون له مشروبه الخاص وطبقه الخاص. وطبعا يفضل أن تكون هذه الأطباق الصحون هذه تكون ذات الاستعمال الواحد، الأكواب ذات الاستعمال الواحد، زيادة في الحرص والإجراءات الاحترازية والاحتياطية. أيضا طبعا نحافظ على نظافة يدينا قبل ما احنا نتناول هذه الأطعمة، وبعد ما ايضا ما نتناولها اذا ما قدرنا نوصل للماء والصابون نستعمل معقم اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية وطريقة صحيحة. دائما انا انوه انه مو بس احنا استعملنا المعقم وانتهى، لا، احنا لازم نعرف ان هذا المعقم لازم ينظف اليد بطريقة كاملة وبطريقة صحيحة أيضا، مش بس أنا شوية حطيت المعقم خلاص صارت إيدي نظيفة، لا، في طريقة معينة في تنظيفك لليدين أيضا. لما إحنا نطلب هذه الوجبات لازم نتأكد أنها تكون ساخنة مطهوة بشكل جيد، نحاول في هاي الفترة نتجنب الأطعمة النية، الأطعمة الباردة، لأن دائما الطعام الساخن يكون أفضل في حفاظنا على صحتنا. بعد نذكر الناس ان لما تدفعون للاكل او للخدمه هذه تحاولون تستعملون بطاقاتكم البنكيه، حاولوا ما تتعاملون بالاوراق النقديه قدر الامكان. وبعد خروجكم من هذا المكان حافظوا على نظافة اليدين، ارجعوا البسوا كمامكم او البسوا كمامه جديده اذا كان متوفر عندكم. وهذا باختصار بعض النصائح اللي احنا نقدر نعطيها للناس اثناء دخولهم لمراكز التسوق واثناء دخولهم للمطاعم ايضا.
دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. كل الشكر والتقدير لك الحقيقة، وشكرا يعني جزيلا لك ولفريق عملك المبدع على عملكم الجبار الحقيقة خلال الساعة بخصوص موضوع يعني توعية أفراد المجتمع وتثقيف أفراد المجتمع بكيفية التعايش اليوم مع الكورونا فيروس، وأيضا الأخذ بالإجراءات الوقائية والاحترازية للصحة العامة. شكرا دكتورة أحمد العوضي. العفو، دمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن حلقتنا اليوم قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي لإيجاد مجتمع صحي وسعيد. وأذكركم أيضا مستمعين الأعزاء بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، هو واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة. وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. أشكر فريق عمل اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، والتنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، مخرجنا المتألق ناصر السليم. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.